اليوم احنا بعجلون في منطقة عنجرة وحابين نرسم جدارية الفرح والأمل. المجتمع المحلي والناس والشباب اللي حيكونوا معانا حيكونوا جزء من هاي الجدارية. سفيان صمادي، عمري 25 سنة. حاب أكون شخص ملهم للشباب وأكون بشتغل بجلسات التمكين. كثير حلوة، بتضل تذكرني دائما بقديش مهم نضلنا نتعاون ونعطي بعض ونثق ببعض، بأنه في ناس بالحياة موجودين عشان يساعدونا ونساعدهم ونوصل إحنا كلياتنا. اسمي حمزة زغول وعمري 22 سنة. طموحي بالحياة كان إنه أسافر، أكتشف ثقافات جديدة وأشياء جديدة، لغات جديدة علي. الوقت حالياً مش مناسب مالياً نقدر نقول، بس على أمل إن شاء الله مع الوقت أقدر أحدد هذا الشيء. الجدارية كانت فكرتها كثير حلوة للبلد وللناس اللي جايين من برا للبلد، برضه فكرتها حلوة. عبد الرحمن الصمادي، عمري 23 سنة. أسافر وأكتشف أكثر من أشياء بهالحياة. حالياً هي جوهرة وحابة أخليها لقدام. الصورة كثير حلوة صراحة، وأكثر شيء بتبين إله هي التعاون. بهاي الجدارية رح يكون في عنا متسلقين بيساعدوا بعض لحتى يوصلوا للقمة ويحتفلوا سوا ويحتفلوا بنجاحهم. نفس الشيء بحياتنا، دائما بحاجة شخص أو بحاجة حدا حتى يدعمنا ويشجعنا نوصل للقمة ونوصل لأهدافنا.